وزي ما قلنا لكم في اول الحلقه وزي ما اتعودنا في كل عيد فنهارك سعيد، وعموما يعني بنتقي دايما كده، هو اللي رمضان يخلص هنشتغل على ايه؟ نشتغل على المسلسلات، ونشتغل على النجوم اللي ظهروا في شهر رمضان، والشباب كمان اللي بيقدموا نفسهم سواء لاول مره او سواء شفناهم في اعمال قبل كده بس يمكن بيلمعوا في شهر رمضان، خصوصا لو كانت الفرص مهمه وكبيره ومتشافه زي ما بيقولوا من قطاع كبير من الجمهور، زي مثلا عمل لمحمد رمضان النهارده. هو دلوقتي بقى واحد من اهم النجوم الناس بتستناه من السنه للسنه، وليه قاعده كبيره جدا. وايضا لما الفنان الكبير محمد منير يقدم عمل ويبقى موجود في الدراما، اكيد كلنا هنتفرج على الاقل، ما فيش خالص تبقى عايزين نعرف ايه اللي جاي يعمله محمد منير في الدراما. وفعليا ده اللي حصل مع عملين مهمين جدا للاسطوره والمغني. خلينا نرحب دلوقتي بضيوفي الاستاذ عزمي داوود والاستاذ احمد خالد. احمد خالد شفناه في الاسطوره، وعزمي داوود شفناه في منير. صباح الخير. صباح الفل. صباح الفل. طيبين. انت طيب. طيب. هو السيزون زي ما بيقولوا، هو ده الموسم الكبير الثقيل يعني. خلينا نبدا من محمد منير ومحمد رمضان، ولا ايه زي ما انتم عايزين؟ واحد مش مشكله. واحد. الاثنين صور. طيب خلينا نقول دايما ان احنا كل الناس عندها فضول تعرف، لما كنا اول ما عرفنا ان محمد منير هيبقى في الدراما والمغني هيبقى عمل درامي، كلنا كنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل وايه الموضوع. وفعلا لما ظهر الموضوع كان غريب يعني، كان في حاضر وماضي وحاجات رايحه وجايه وشخصيات وكده. احكي لنا كده على التجربه ديت، واحكي لنا على دورك انت في محمد منير. والله انا بص نفس احساسك بالظبط، كنت عاوز اعرف برضه. عايز تعرف برضه؟ اه نفس. بتحب محمد منير مبدئيا ولا لا؟ مين فينا ما بيحبش محمد منير؟ فان يعني؟ طبعا ده منيره يعني. حلوه. مبدئيا انا لما عرفت ان هو في مسلسل وكده هيتعمل محمد منير، يعني انا اللي عرضت نفسي كمان، يعني ما خليتش حد يناديني، انا اللي رحت لهم قلت لهم انا عاوز اشتغل ولازم اشتغل، ومش هينفع ما اشتغلش في مسلسل زي ده. طبعا لان مسلسل الكينج ده عمل التاريخ يعني. طبعا. فروحت وعملت كاستنج مع المخرج وقبلت الحمد لله في الدور، وعملت الشخصيه. ايه الشخصيه بقى؟ الشخصيه اسمها سكر ده المساعد بتاعه ودراعه اليمين على طول. وبيحصل يعني في المسلسل ان في ناس بيعوزوا ان هم بيجروا ورا الكينج بعد كده، لان المفروض ان هو في طبعا كينج، ففي ناس كتير بتحبه وناس كتير معجبات وفانز ومش عارف ايه. فواحده منهم حصل لبس بينها وبين جوزها وبتاع، فهو مضطر ان هو يقتله. يقتل الكينج وبتاع. انا طالع المساعد بتاعه على طول معاه. بعد كده بيحصل ان هو في ناس لما بتجري وراه بعد كده بيضربوه بالنار، فانا باخد الطلقه مكانه. بعد كده بنروح المستشفى، هو بينقلني المستشفى، وبعد كده بيجي يزورني في البيت. يعني بنلعب شويه على الحته الانسانيه عند الكينج يعني. ده محور الشخصيه بشكل عام يعني. هرجع لك تاني. محمد رمضان زي ما قلنا تاني هو العمل من الاعمال اللي بقت مهمه النهارده، والناس كلها يعني جزء كبير من القطاع من الناس اللي جمهور مهم، والاسطوره تحديدا اثار جدل كبير جدا يعني بالتو كاركترز والشخصيه والموضوع وبتاع. قول لنا انت كده، انت اخبارك ايه في الاسطوره، وكان ايه الدور اللي كنت بتلعبه، والتجربه برضه؟ الحمد لله. انا بعمل دور اسمه سيكا. ده المفروض ان هو شاب كده من كل الشباب، زي كل الشباب اللي هم بيشتغلوا في الورش من صغرهم، بس هو ذكي جدا، بس هو مش متعلم. بس في ناس كتير كانت فاكره ان الكاركتر ده هيطلع بالشكل اللي احنا بنشوفه في الشارع، او الشكل العام اللي هو بقى تقليدي فج قوي ده. انا بصراحه ما لعبتوش من هنا، وبصراحه كمان الاستاذ محمد سامي كان رافض الطريقه دي جدا، ان يعني هو له وجهه نظر، هو اسطوره اصلا الاستاذ محمد سامي في شغله بصراحه يعني. هو كمان وراني حاجات كتير، هو اشتغل عليا كممثل كتير جدا، وده فتح لي سكك كتير قوي للكاركتر، وكان عليا ان انا انقي انهي سكه العبها منهم، لان كمان الناس ما بتقبلش اي حاجه، لازم تاخد بالك من ده كويس كممثل يعني. فرسيت على سكه كده وريتها للاستاذ محمد سامي، قال لي في احسن اكيد طبعا. قعدنا نجود في الكاركتر كتير لحد ما طلع سيكا اللي الناس شافته. يا رب سيكا يكون عجب الناس. هو ولد كده بيصنع سلاح يدوي، هو ذكي جدا ومش بالشكل الفج زي ما اتفقنا بالظبط، بس في كده يعني في ناس من ضمن الحاجات من ضمن الشخصيات اللي بتشتغل في المجال دوت، انت ما بتتكلمش معاها بس تشوفها تخاف، وفي نفس الوقت في المواقف الانسانيه تشوفه تطمن. هي دي المفارقه اللي لازم كانت لازم تظهر في سيكا في الدور بتاعي. كان في مواقف مثلا زي المشهد بتاعي مع الاستاذه العظيمه فردوس عبد الحميد، طبعا لما رفاعي توفى مات مقتول، وكان المفروض عصام النمر اللي هو الاستاذ محمد عبد الحافظ كان بيدور على كل صبيان رفاعي وبيمشيهم من المنطقه علشان خاطر يمشوا بعيد ويبوظ الورشه بتاعته. فالسيكا دوت من كتر ما هو جدع زي ولاد البلد كده زي ما احنا عارفين، بيروح يعمل باصله رغم كل المشاكل والخطوره اللي ممكن يواجهها مع الشخص دوت، وبيروح يسال على اهل بيت
المعلم بتاعه اللي علمه الصنعه. الحاجات دي هي اللي بتعمل مفارقه في الشخصيه، بتبين طبعًا الشخصيه طبعًا. التايم لاين بتاعها عامل ازاي من ومسلسل برضه زي الاسطوره بيبقى الغزاره الشخصيات المختلفه اللي في نفس المكان وفي المحيطين بكاركترز كلهم اغنياء جدا وكلهم مختلفين جدا، وممكن المفروض انت مفترض في منهم لازم تكرههم، لكن مع هذا بتشوف لهم جوانب مختلفه، بتبتدي تقول ان هو كل انسان ليه جوانب مختلفه. ودي محمد سامي ومحمد سامي طبعا لا استاذ اكيد هو كان توجيهه كان في الدراما كان مهم جدا برضو، يمكن دي اهم حاجه يعني بيطلع من ممثلين حاجات مختلفه. يعني انتوا الاثنين لكم تجارب قبل كده خارج بقى الموسم، وفي منكم كان على المسرح كان زي حضرتك صح مظبوط، قول لنا كده تجاربكم قبل الموسم ده كانت ايه. تبدا ولا ابدا؟ تبدا انت. ماشي. انا عملت قبل كده في مسلسل اسمه شمس، ده كان مع الاستاذ ليلى علوي واخراج الاستاذ خالد الحجر. الاستاذ خالد الحجر برده من الناس اللي بتشجع الشباب جدا، والناس اللي هي يعني فكره دايما مش يعني دايما مش تقليدي. مش تقليدي، عايز يقف مع الشباب. كمان فكره مش تقليدي ده يبان لك اكتر في مسلسل عمله هو قبل كده اسمه فرح ليلى، كنت انا مشارك فيه برده طبعا. يعني عمل جو جديد في المسلسل، فيه غنى كتير وفيه رقص كتير مختلف اصلا عن المجتمع بتاعنا يعني. فمن هنا بدا يوصل فكره ان هو يعني في حاجات احنا ما بنشوفهاش، في حاجات احنا لازم نعرفها، في حاجات جديده لازم الناس تشوفها. فده كان برده عمل من اعمالي اللي هو فرح ليلى وشمس، وكان في مسلسل اسمه البلطجي برده، ده كان مع الاستاذ اسر ياسين. وده من الناس برده الجميله جدا اللي انت بتستمتع وانت بتشتغل معاها، يعني راجل يعني عظيم يعني. وبس يعني ده اكتر الاعمال المتشافه كويس يعني. والسنه دي كان المغني بقى مع الكينج محمد منير، يعني انت شفت بقى طبعا. وانت كان على المسرح اعتقد لك تجربه. انا عملت اشتغلت سينما شويه، بس سينما افلام قصيره. عملت فيلم اسمه الحب لحظه، كان اخراج مخرج اسمه محمد نوار. كان بطولتي انا ومحمد مهران وبنت اسمها آية عقيل، خدنا بيه جائزه وزاره الثقافه الافلام القصيره. وعملت اعلان قبل كده كان اللي جمعيه اسمها رساله، انا حبيت الاعلان ده جدا، من اكتر الحاجات القريبه لقلبي جدا، لان هو كان بيعالج ناس كده معينه في المجتمع كانت معتقده ان المشكله فيها. والمشكله مش يعني المشكله سهله وتتحل جدا، كانوا مكبرين زي ما بيقولوا كده بالبلدي عاملين من الحبه قبه، حبه قبه هم الناس دول. فده الاعلان ده بصراحه لقيت له رد وصدى عند الناس، كان عجبني بسطني من نفسي، حسيت ان انا بني ادم بصراحه. لما لقيت ناس كتير كانت عندها مشاكل وكانت مكبراها جدا، لدرجه ان هي لما شافت الفكره دي، يعني الفكره كانت اخراج محمد عبد السلام، ده مخرج منافس في مسلسل الاسطوره اصلا، وهو مخرج شاطر اصلا، اشتغلت معاه الاعلان ده بصراحه وهمي بالنسبه لي. وعملت مسرحيه اسمها لو عارفه الشباب، تاليف الاستاذ توفيق عبد الحكيم، توفيق الحكيم انا اسف سوري، وكان اخراج روان الغابه، كان معروض على مسرح ميامي. والمسرحيه دي كانت برضو فيها برضو الاستاذ توفيق الحكيم برضو كان عبقري، كان عامل فكره دلوقتي بتتعمل اصلا، اتعملت في الفيلم بتاع براد بيت بنجامين بوتون. كان عامل راجل باشا كبير بياخد حقنه من الدكتور بتاعه اللي بيراعي حالته المرضيه، بيرجع شاب تاني وهو باشا موكل ليه تشكيل وزارات. فبيرجع الباشا الصغير دوت بيلاقي اسرته كلها في مشاكل، وهو مش طايل مليم من ثروته، وبنته بتعجب بيه ومراته كذلك ومرات الدكتور اللي بيعالجه، فاكتشف ان هو لابس في حيط فعايز يرجع كل دوت مش عارف. هي كانت مسرحيه لطيفه جدا طبعا. وتوفيق الحكيم اصلا كمان لا اعماله لما تعيد النظر فيها على مدار السنين، ولما يتعمل لها انتربريتيشنز او اعاده صياغه تاني، بتلاقيها كل فتره بتبقى لايقه على عصرها، وهي دي اهم حاجه يعني. بعتقد. طب انتوا الاثنين زي ما قلنا تاني، رمضان هو ده بيبقى زي ما بنقول موسم، ويبقى لو انت عملت عمل او عملت حاجه او كده لو اتشافت جزء، لكن في رمضان الموضوع بيبقى كبير قوي. لما تطلع زي ما قلنا مع بالنسبه لك انت مثلا حاجه زي محمد منير، انت معاه تقريبا في مشاكل كتيره جدا، يبقى الموضوع اكيد برضه يخض يعني، ويبقى بالذات لو انت بتحب الفنان اللي قدامك يعني. انا قصه ثانيه خالص بقى يعني، محمد منير اصلا احنا كنا، انا بحب محمد منير قبل ما اشتغل معاه يعني، انا من زمان حتى كنت بقول يعني مين في مصر ما بيحبش الكينج يعني، اشوفه ازاي اقابله ازاي في العالم اصلا ده يعني. عملت ايه بقى يعني؟ لا رحت الشركه انا زي ما بقول لك والله بجد يعني، هو نادرا طلعت كاستنج عادي جدا. لا قبل الكاستنج كمان يعني، قبل الكاستنج انا اللي رحت وعرضت نفسي وقلت لهم انا لازم اشتغل في المسلسل ده. رحت مره واثنين قلت لهم يعني ده عمل التاريخ، مش هينفع انا ما اشتغلش مع الكينج. هو فعلا عمل التاريخ يعني كده. الله اعلم ممكن يعمل مسلسل تاني ولا لا، او فيلم تاني او سينما او فيديو يعني، ما حدش عارف يعني. طبعا.
فانا اللي رحت قلت لهم ان انا لازم اشتغل، عارف كده بطقت عليهم يعني. بس وعملت كاستنج وهم شافوني في الكاستنج فتمام اوكي وخلاص اشتغلت يعني. ويعني الكواليس بقى مع الكينج بقى يعني ده مش قادر اقول لك يعني حد فوق الجميع. ايه اهم حاجه، ايه اهم حاجه يعني؟ هي يعني احنا معروفه قد ايه شخصيه محترمه وبسيط جدا جدا كل ده، بس اكتر حاجه انت بالنسبه لك مثلا كانت مفاجاه بالنسبه لك او حاجه مش هتنساها عمرك خالص سواء على المستوى الانساني او على المستوى العام؟ والله بص انا يعني انا اول مره قابلته في التصوير طبعا انت يعني نجم بحجم الاستاذ محمد منير فانت برضو في ربه كده انت فاهم كينج ده في دمك كينج طبيعي. فانا عاوز اروح اسلم عليه يعني في الاوضه بتاعته فعاوز اروح، فروحت قال لي لا ده هو دلوقتي بس ايه بيحفظ يعني كمان شويه خلاص طلبونا تحت للتصوير فما جاتش فرصه. فهو نزل بقى اول مشهد بينه وبينه في العربيه، هو قاعد جنبي في العربيه وانا قاعد، فهو ركب ف انت مش متخيل يعني حاولني رايح جنبك وانت، فبقول له قال لي ازيك عامل ايه وبتاع، قلت له انا يعني كويس الحمد لله انت كويس بتنفس بالعافيه. فقلت له انا مبسوط جدا قاعد يعني جنب نجم كبير زي حضرتك وبتاع، وانا نفسي يعني من زمان كان نفسي اقعد مع حضرتك واشوفك وبتاع، قال لي انت ما انت كمان بكره تبقى نجم يعني ما تقلقش انت يعني ربنا يكرمك وبتاع، فحد يعني فوق الجمال صحيح. ما كنتش يعني كان نفسي اقعد معاه واتكلم معاه. بعد كده بقى قعدنا واتكلمنا وبقى حبيبي جدا، وانا لو هو بيشوفنا دلوقتي انا ببعت له سلام سلامات. هو بيشوف على فكره بيشوف كل حاجه وانا كمان ببعت له سلامات. ده بيتابع بشكل ده رهيب ده حبيبي. انت بقى بالنسبه لك برضو زي ما قلنا تاني في التجربه زي محمد رمضان التجربه مختلفه شويه، نجم شاب في سننا قدر ان هو يحقق حاجه في وقت قليل جدا، محمد سامي مخرج شاب لكن برضو معاك نجوم معاك اسماء كبيره زي ما تقول مثلا استاذ فاروق عبد الحميد اسم كبير وعملاق وخبره بالظبط. قلنا لك كده الكواليس كانت مختلفه، كان الموضوع ماشي ازاي؟ هل فكره زي ما قلنا ان البطل صغير في السن نسبيا برضو ده بيبقى بيخلي في فرق في العمل في جو البلاتو ولا الموضوع ملوش علاقه؟ انا ما حسيتش ده من رمضان خالص على فكره، انا كمان انا يعني ما وقفتش في لوكيشن كتير فكنت خايف شويه. لقيت تخيل بقى، تخيل رمضان نفسه محمد رمضان عشان هو جدع جه لقيته بيقول لي يا خلود ما تخافش ان شاء الله ده هيبقى فتحه خير عليك وما تقلقش عايزك تركز ويلا بينا يلا بينا نمثل. قلت له يلا طمني جدا. ده بجانب اصلا الاستاذ محمد سامي من زمان جدا وهو بيحفزني جدا لان هو شايفني جدا في الكاركتر ده، هو عارف ان انا هعرف اعمله الحمد لله طبعا. بس فكره كمان ان نجم العمل نفسه يجي يشجعك فاهمني؟ ما طبعا مهم قوي، دي حاجه باور جدا طبعًا. بالنسبه لي وحاجه طمنتني كمان طبعا. ده بجانب مثلا المشهد كان بتاع الاستاذه فردوس عبد الحميد. الاستاذه فردوس عاوز اقول لك يعني ما كنتش متخيل هذه العظمه بتضحك زي والدتي. انا كنت مخضوب لاني بشوفها من زمان جدا طبعا. في اكتر من هي بتقول لي يا حبيبي ما تقلقش، انا كنت خايف طبعا اول مره اقف قصادها جبل قدامي امثل قصاد مين، حسيت ان انا فسوه كده زي ما بيقولوا هي عظيمه جدا، فلقيتها بتطمني برضو. فانا عرفت الناس دي بتستمد سر العظمه دي منين، من تواضعها طبعا اكيد طبعا. فقلت هي ده هو الدرس ويمكن ده الكومن او المشترك في اللي انتوا الاثنين قلتوه طبعا. وبعدين احنا كمان احنا يعني الناس دي احنا مولودين ايوه انت عارف انت عارف يعني ايه استاذ فردوس عبد الحميد. انا كنت بيبي وبتفرج على في المشمش طبعا، انا قلت لها انا مش مصدق ان انا واقف قدامك دلوقتي طبعا طبعا حاجه مبهره بصراحه طبعا. لما تشوف بقى ان على مدار الاكسبيرينس او الخبره اللي خدوها على مدار السنين والثقه اللي شخصيتهم بتاخدها على مدار السنين وزي ما تقول تاني مع كل عظمتهم دي بتلاقيهم بسطاء جدا ما بيتغيروش. ايوه ايوه انا كنت متخيل غير كده علشان ما كنتش عارفهم عن قرب، بس لما قربت اتفاجئت طبعا. انا كان خيالي طبعا اتعلم زي اي خيال اي حد طبعا بيشوف الناس دي طبعا طبيعي كبار بقى وقاعدين لوحدهم كده ايوه ايوه فاهم. لا لا على جنب كده لا 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 خالص. كمان احمد حكى لي برده عن استاذ هادي الجيار. لا 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 استاذ هادي الجيار يا لهوي شخصيه ده حبيب قلبي مش هقول لك كده ده حبيب قلبي ده راجل كده سكر زي ما بيقول صحيح. فعلا نجم سكر نجم صحيح. جدا لو افتكرت الراجل ده برغم ان انا بموت من الضحك بس لما بتكلم معاه طبعا. هو اللي في نفس الوقت عيطني في المشهد لما بنته ماتت صحيح. الراجل ده حاجه جمعت بين كل المشاهبين زي ما بيقولوا المشاهبين كلهم مدرسه مشاهبين يعني هم كلهم كانوا على قد ما هم كانوا كوميديانات
مهمين جدا. دي 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 على قد ما كلهم تراجيديانات برضو عظماء يعني. دي طايفة ممثلين يا ريس. الليفل ده خرج منه عباقرة دلوقتي. قاعدين بقى مش فاهمين حاجة. طيب زي ما قلنا تاني رمضان هو الالتيم يعني هو الاختبار الأكبر يعني. هو السيزون هو السيزون. بس بعد ايه ردود الأفعال كانت عاملة ازاي بقى بالنسبة لك؟ بعد يعني إن شاء الله بعد رمضان أنا كمان في سيزون كويس هيتفتح إن يبقى في مسلسلات أكتر وفي ودي حقيقة. بعدين وناجح بس برضه هو رمضان. طبعا بعدين ما فيهاش في الفتره يعني الاخيره اعمال زي بتاعتكم برضه في الفتره الاخيره دي. انت لو جيت تتفرج مثلا على مسلسل زي الاسطوره او مسلسل زي المغنيه او كل المسلسلات هتلاقي فيه تنافس شديد جدا في الصوره. طبعا في تنافس شديد جدا في الاخراج والعمليه الاخراجيه يعني. استاذ محمد سامي له طريقه مختلفه يعني انا بشوفها له يعني طريقه مختلفه غير اي حد. طبعا وكمان شخصيه فعلا انت بتشوف الكادر عارف ان ده بتاع الاستاذ محمد سامي. فاهم ازاي؟ في اضاءه مختلفه. في انا نفسي اتفاجئت لما شفت نفسي مش ايه ده مين ده. ايوه مين فعلا يعني. كمان احنا لو جينا نذكر قبل كده مع سبق الاصرار او مع بعض الاعمال اللي عملها انت بتشوف الكادر. الفيلم الاخير بتاع الاستاذ تامر حسني طبعا هواك انت بص على الكادر شوف الوانه عامله ازاي شوف الشغل عامل ازاي. خلاص هو ده محمد سامي انت بتشوف هو ده محمد سامي. فاحنا وصلنا لمرحله كويسه جدا جدا. بالمناسبه الاستاذ محمد سامي من الناس اللي انا اتمنى ان انا اشتغل معاه. حتى كنت بتكلم مع احمد خالد ان شاء الله. في ناس كده ربنا يتمنى ان انت تشتغل معاهم. انتوا اصلا انتوا الاثنين دارسين لا ولا خبره ولا اصلا حاجاتكم بجانب مختلفه؟ انا خريج اكاديميه الفنون معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. حلو قوي. وكنت خريج قبل كده نظم معلومات. اوكي. انت رحت المعهد بعد ما خرجت؟ رحت على طول كده خبط لزق. خلص. ايوه بصراحه انا اصلا كنت بمثل في الجامعه الاول بس بيني وبينك ما حسيتش نفسي في الجامعه مش عارف ليه. فقلت اخد الموضوع من بابه كده بكل احترام عشان ما اطلعش هاوي ضايع. فقلت ادرس اشوف تسكله زي ما بيقولوا. حضرتك انا في الاكاديميه برضو بس لسه ما اتخرجتش. احمد اتخرج انا لسه في سنه ثالثه طالع رابعه السنه دي يا مسهل يعني. بس انا نقل يعني قسم نقل. الاكاديميه يعني. بس هو مواصل شاطر جدا انا عارف عزمي. خلصت برضو بكالوريوس تجاره جامعه المنصوره وبعد كده دخلت الاكاديميه هنا. بس ويا مسهل ان شاء الله باذن الله. الاخبار ردود افعاليه زي ما قلنا تاني بيجي لكم اكيد حاجات بقى على فيسبوك على مش عارف ايه فان بيج بتاع اصحابكم. يكفيني الشارع عندي في وسط البلد. انا بنزل مثلا لو عاوزت اجيب اي حاجه من تحت اكتر حاجه بتعجبني بقى الاطفال الصغيرين. ايوه سيكا انا فاكره دي حاجه دي. انا اتخضيت اصلا. انا كنت خايف انزل في رمضان وكنت خايف اتفرج على نفسي اصلا. عندي الفوبيا دي لحد ما قررت بقى اواجه الامر خلاص. قلت لازم اشوف عشان انا خايف. فما شفت اتفاجئت جدا اتبسطت جدا. فجربت يعني انزل كده اشوف الحياه فيها ايه. نزلت لقيت الناس كلها مرحبه بالموضوع ومبسوطين بالمسلسل وطايرين بكاركتر رفاعي وكاركتر ناصر وحابين سيكا اللي هو يعني المفروض كل التركيز يبقى على النجم مثلا. انا يعني اكتشفت ان في ناس برضو بتاخد بالها من الكاركترات الثانيه. طبعا اتبسطت جدا ان في ناس. انا لا مشاهد العربي بس المصري كمان تحديدا المشاهد. لا انا لقيت طفل كاتب فوتش حاجه سيكا على تي شيرت تحت البيت عندي اتفاجئت. عسل جدا كان عسل جدا ده ضحكني جدا. لا دي احلى حاجه. وزي ما قلنا ما دام علينا الدور على وهذه الفكره زي ما قلنا تاني النهارده انت متشاف في وقت مهم جدا وفي نفس الوقت كمان احنا مش بالظبط هو مش عارف بيركز. احنا بناخد الدراما بجد جدا يعني. طبعا في الوقت ده بالذات كل يعني اصل التلفزيون ده في كل بيت بالظبط وبالاطفال طبعا. من كده لكده للستات كل يعني الناس كلها بتركز والناس كلها بتشوف من اكبر شخصيه لاصغر شخصيه الناس كلها شايفه عارفه كل واحد عامل ايه. احنا بنحييكم والف مبروك على نجاحكم وعلى ظهوركم في رمضان وان شاء الله باذن الله يكون السنه الجايه واللي بعدها بقى نكلمكم على اعمالكم انتوا اللي باسمكم باذن الله زي بقى لك كده الكينج. ومش بعيده لانه زي ما قلنا تاني الاول والاخر اللي بيثبت نفسه بيبقى موجود وبتوفيق من الله اكيد بيوصل حاجه كويسه. فاحنا بنحييكم بنشكركم ونورتونا في نهارك سعيد وكسان طيبين. طيب عيد سعيد عليك. خليكم معانا لسه حلقه العيد مستمره. نهارك سعيد.